المدينة أنها بلد حرام وبلد أمان وبلد أمن. يعني حتى الدجال يوم القيامة، من علامات يوم القيامة عند خروج الدجال، لا يستطيع أن يدخل لا مكة ولا المدينة، فهم البلد الأمان. فشعورك اللي تشعرين فيه يا أختي أم ريماس شعور طبيعي جدا، وهو شعور صحيح. ثم التكنيك اللي استخدمتيه في أنه يعني يستبدل أمان الوالد بأمان الأخوان والأعمام والأولاد البنات، أو تتخيلين أنه والدك معك وكونك أنت مع أهلك ومكة، هذا تكنيك حقيقة ذكي يعني أنت استخدمتيه، وفعلا يشعرك بالأمان، خاصة لما تكون علاقتك بالله عز وجل قوية. فالأمن والأمان من رب العالمين. يعني الله عز وجل من أسمائه أنه المؤمن. ما معنى المؤمن؟ ولما أنا أقول أنا مؤمن، ما معنى أنا مؤمن؟ نحن لماذا نقول مؤمن؟ ولماذا نصف الله عز وجل المؤمن؟ يعني الله المؤمن المهيمن. ما معنى مؤمن؟ مؤمن أي أنه يعطي الأمان، فالراحة من الله. يعني إذا أنا أريد الراحة أخذها من رب العالمين، إذا أنا أريد الأمان أخذ الأمان من رب العالمين. فمن الأمان إيمان، ومن الأمان المؤمن. أنا قاعد أتكلم في مبحث لغوي، وبالتالي لما نتكلم عن الأمن والأمان المصدر الرئيسي له هو رب العالمين. بعدين يأتون البشر، الناس، الأب، العم، الأم، الأخ، الأخت، هذه كلها وسائل تأتي من بعد رب العالمين. فأنا يعني أولا نترحم على والدك أم ريماس، ونسأل الله عز وجل أن يتغمد أموات المسلمين. معنا اتصال من فرنسا الأخت أم سفيان من فرنسا. أهلا وسهلا فيك أم سفيان، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حبيت نشارك في البرنامج باش نقول جوست رأي صغير، اللي هو بالنسبة للأم اللي كانت تتكلم قبل اللي ولدها تقتل من رجلها. حبيت نقول لها معناتها الحكاية دراماتيك، معناتها ما يزمهاش تقعد معه راجل كما هذا، ما يزمهاش تقعد معه، ما فيهاش حتى حكاية، ما يزمهاش تتكلم فيه الموضوع من أصله، هذا إنسان ما يزمهاش تقعد معه لا قدام ربي ولا قدام الناس. وحبيت نحكي على الأمان، نقول لكم اللي أنا كنت متزوجة واليوم طلقت والحمد لله، وما حسيت بالأمان. كان نهار اللي طلقت وبعدت على زوجي، خاطره كان زاد عنده برشا عنف، ولذلك في بعض الأحيان الانفصال لازم يكون حل، ولازم يكون طريق طيب. الأمان أم سفيان، ما نلقاهوش مع الإنسان اللي نعيش معاه، واللي هو نورمالمون يكون الستر ويكون بيناتنا المودة طيب والرحمة. يا أم سفيان، يا أم سفيان، إذا نعم. أنت كنت متزوجة ثم طلبت الطلاق، ومن بعد الطلاق بدأت تشعرين بالأمان، أليس؟ صحيح. نعم. طيب أم سفيان، شكرا على اتصالك وشكرا على نصيحتك. الأخت أم سفيان توجه نصيحة للأخت أم سلمة اللي قالت أن زوجها كان يتعاطى المسكرات وأنه قتل أحد أبنائه. فأم سفيان تقول حق أم سلمة، تقول لها لا تجلسين مع هذا الزوج. إذا زوج يهدد أمنك ويهدد أمانك، وأنت منتي قادرة تتعاملين معاه، وبناتك الصغار خايفين أنه أبوهم يكرر معاهم نفس التجربة، طيب أنت ليش جالسة معاهم؟ هذه كلمة الأخت أم سفيان. وأم سفيان تقول لك يا أم سلمة استفيدي من تجربتي الشخصية، أنا كنت متزوجة وما كنت أشعر بالأمان، لما اطلقت صرت أشعر بالأمان. فأنت طلبي الطلاق والانفصال، وهذا يحق لك من زوج قاتل لولده، فأنت كيف تعيشين معاه في بيت واحد؟ هذا ملخص ما ذكرته أم سفيان. معي اتصال آخر، أبو يزن من السعودية. أهلا وسهلا فيك أبو يزن، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله أبو يزن. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا أبو يزن. حياك الله دكتور جاسم. الله يسلمك. أنا من أشد المتابعين لبرامجك، ويعجبني طرحك واتزانك في الطرح بدون مجاملة، والله تابع برامجك وسيدياتك عندي الله يسلمك يا أبو يزن. دكتور أنا صراحة كنت متابع البرنامج وما كان لي نية بالاتصال، لكن لما سمعت قضية الأخت أم سلمة صراحة أثارتني الاتصال. نعم. يعني ولدت عندي شيء غريب، أنه كيف بأي قلب ستبقى يعني هذه المرأة مع هذا الزوج؟ وش معطيات الزوج الصالح إذا كانت يعني تبغى تبقى معه بعد القتل، بعد الإدمان على المسكرات، سجن؟ يعني يبدو أنها لاحظته، ما يعقل أنها ما زارته وشافته أثناء وجوده في السجن، يهددها شبح خروجه الآن، يعني نعم. تنتظره يعني بنفس الشخصية أو أسوأ،
لو كانت تظن الخير فيه أو في لجنة صلح أو في إنسان متأثر أو تائب صحيح. أو نادم، يبدو أنها ما كانت خوفت من المرحلة المقبلة. صحيح. الإنسان دائما بالخير خاصة بعيش الزوجية، يعني وش ما هي معطيات الزوج الصالح؟ يعني هذه إنسانة تحتاج توجيه لها والغيرها، فيه كثير يخفون يعني معاناتهم، يسكتون على آلام، على مواجع داخل أسوار البيت ما حد يطلع بها. صحيح. يعني الناس ما تشوف الا الظاهر، تروح عند اهلها تبين انها يعني مرتاحه وعند الاهل وعند الاقارب في الاعياد، لكن في باطنها تعيش الام معاناه. نعم. يعني يهددها باشياء بسيطه، اللي باخذ عيالك، الطلاق حل؟ الطلاق عمره ما كان مصيبه اذا كانوا الرجل عاقل او المراه عاقله. صحيح. هذا حل ابو يزيد، ما مرت او مشكله عانوا منها الطرفين. نعم ابو يزيد، بس عشان حل اخر، البقاء معاناه اخرى يا دكتور. طيب يا ابو يزيد، شكرا على اتصالك، حتى نعطي فرصه بس، لان ما شاء الله الاتصالات كثيره اليوم، والقضيه اللي تعرضنا لها فعلا قضيه حساسه، ونحن نتكلم بعنوان اريد امنا لا سعاده، وهو نداء من احدى الزوجات اللي زوجها يهدد وجودها بكثرة العصبية والغضب. ونشكرك أبو يزن. أم سلمى نقول لك هذا الرأي الثاني من أبو يزن غير أم سفيان، يقول لك لا تبقين مع هذا الزوج المجرم اللي ذبح واحد من أولاده، طلبي الطلاق وطلبي الانفصال ولا تعيشين معاه، وهذا رأي ثاني. أم ياسين من فرنسا، أم ياسين تفضلي. أم ياسين معي؟ طيب، على كل حال عندنا فاصل، نقف قليلا ثم نتابع معكم حلقة اليوم من برنامج الأسرة السعيدة وبعنوان أريد أمنا لا سعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوان المشاهدين، أخوات المشاهدات، حنتكلم اليوم عن مرض منتشر في جيم، وهو احتكاك المفاصل. احتكاك المفاصل نوعين، هو منه أولي ومنه ثانوي. أكثر شيوعاً الأولي، وهو ناتج عن زيادة وزن أو يكون هناك عوامل وراثية. العلاج بالتشخيص السليم وبعمل التمارين تقوية العضلات الحركية وتخفيف الوزن. أما الاحتكاك الثانوي، وهو اللي يكون ناتج عن إصابة قديمة أو التهاب بالمفاصل، أو يكون في انقطاع في سطح المفصل الغضاري في مفصل الركبة، فالتعامل معه هنا سهل، لأنك تروح للسبب، لأنك تشيل غضروف أو تصلح استقامة الساق. في النهاية، في بعض الأحيان قد نلجأ لتدخل جراحي في الحالتين، وهي عمل المفاصل صناعية تكون كاملة أو جزئية. وأتمنى أن المحافظة على الرشاقة وعلى تخفيف الوزن، ولكم أتمنى لكم الصحة والعافية. من تراب أرضها شكلت أعمال حرفية، سطرت تاريخا روته أجيال، زين عقولها العلم وأثرى فكرها الحوار، وتوج رؤوسها الدين من أشرف بقاع الأرض. من أرض السعودية، تغطية شاملة وكاملة في هذه الأوقات على قناة إقرأ. من جديد مع الأسرة السعيدة، وما زلنا نتواصل معكم مع حلقة اليوم، وهي بعنوان أريد أمنا لا سعادة، وعرضنا كثير قضايا اللي فعلا فيها قلة الأمن وضعف الأمن داخل البيوت، وهو يهز البيت. والآن سندخل في محور جديد، وهو
كيف نستطيع أن نقي أبنائنا وهم صغار ونتعرف على نفسياتهم؟ الآن لما نتعرف على نفسية الطفل وهو صغير، هل يشعر بالأمان أم أنه مهدد داخل البيت؟ كيف نتعرف عليه، وخاصة إذا كان هو في سن مبكر وأصلا هو بعد ما عرف مصطلح الأمن ولا مصطلح الأمان، فكيف يعبر عن مشاعره؟ فالطفل أحيانا يعبر عن مشاعره بالحركات، أحيانا يعبر عن مشاعره بالرسومات، وهذا ما سنقف عنده الآن. لكن قبل أن نقف عند هذه الفقرة، في مشاركتين على الفيسبوك، الأولى من الأخت حنان والثانية من بونبونة مسمية نفسها. أما الأولى من حنان تقول: لما يكون الأب مقتدر وكريم لكن عنده مشكلة نفسية تسبب عدم الأمان في البيت، فهي تعيد هذا الموضوع إلى القضية النفسية. الأخت بونبونة تقول: النشأة الأولى للأب والأم هي الأساس وهي النواة الأساسية اللي تؤثر على قضية الأمن والأمان. نرحب بضيفنا الأستاذ أشرف الصابري، أهلا وسهلا فيك. الله يسعدك. أهلا وسهلا. ونرحب فيك، وأنت طبعا يعني متخصص في تحليل الشخصيات عبر الرسومات، وبودنا حقيقة يعني نتحاور معك حول رسومات الأطفال وهم صغار، وكيف نتعرف على الطفل وهو صغير، هل هو يشعر بالأمان ولا لا؟ تفضل أستاذ أشرف. أول شيء في البداية، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية الموضوع كبير جدا صراحة، لكن حنا حابين نبدأ على قول في الموضوع مباشرة. يعني أنا جايب معي صورة. نعم. يعني أتمنى لو كانت تنعرض. يعني تفضل. صورة قاعدة تنعرض. نعم. هذه الصورة حابين نشرح فيها بس محور الطفل والأمان في الأسرة. نعم. في المنزل لو لاحظنا هذا طفل راسم نفسه، راسم الأب. لو لاحظنا الأب هنا موجود. تمام. الأب لو لاحظنا الأب موجود هنا، وهنا موجودة صورة الأم، وهنا صورة الطفل. نعم. وهذا البيت. نعم. لاحظوا الطفل راسم نفسه بعيد عن الأب والأم. نعم. إذن يوجد فجوة بينه وبين أبوه وأمه. نعم. إذن الطفل غير آمن. نعم. ثاني شيء لو لاحظ راسم الراسم نفسه أو راسم الطفل راسم نفسه بدون إذن. وهذا يدل إنه ما أحد يسمع له داخل البيت. إذن الرسم بصمة للطفل وتعبير. نعم. له. نعم. سبحان الله، يعني هذا الطفل عندما رسم شيء حقيقي. نعم. ووصف لنا البيت بأكمله. يعني نعم. لاحظوا الأم مرسوم لها فم والأب لم يرسم له فم. إذن الأم كثيرة الطلبات في المنزل. كثيرة الكلام في المنزل، بينما الأب صامت معظم الأحيان. وهذه مشكلة داخل البيت. لاحظوا الآن راسمة نافذتين في البيت أو أربع نافذات، تنتين مطمسة وتنتين مفتوحة. المطمسة عادة، هذه قاعدة لجميع الأمهات والأباء، اليمين يمثل الأم واليسار يمثل الأب. لو وجدنا أي طفل يرسم حيرسم يا أمه على يده اليمين وأبوه على يده اليسار، دراسة مثبتة، وأغلب الرسمات اللي عندي موجودة حنبين لكم فيها. فلاحظوا طامسة أو يعني كمغمق اللون الأب الأم والأب، إذن هو فاقد حنان من أمه وأبوه، بينما فاتح نافذتين في أخرى إذن يجد حنان خارجي، ربما كان من جدته أو من جده أو من أقاربه. إذن هذه حالة نفسية لطفل، بينما لو لاحظنا الطفل راسم بزوايا لينة إذن هو طفل كريم ومتعاون ومسالم، لكن يعاني من كبت. لو رسم نفسه داخل أو بين أمه وأبوه نقول نحن في حالة متزنة. كأقرب مثال يوجد صور أخرى ثانية. والله ياريت لو ناخذ صورة ثانية حتى يعني نشوف الفرق بين الصورتين ونبدأ نحلل. وبعدين في سؤال، هل الآباء والأمهات ممكن بروحهم يحللون هذا التحليل ولا لابد من الرجوع لمختص؟ أو أول شيء يعني اللي أقوله بدي رسالة أوجهها، يعني إنه التحليل سبحان الله في كل البشر، لكن يبغى له شوية من التركيز وبعض المفاتيح. طبعاً هذه دورة بسيطة من ضمن علم الجرف والجي، تحليل الشخصية. نعم. عن طريق الرسم والكتابة، هذه نبذة بسيطة، يعني دورة تقدم للأطفال ونحن. نعم. نقدمها دائماً. هذه لو لاحظنا ملون بيت كامل راسم ورود، الورود ما تعني؟ تعني إيه؟ أن هذه طفلة بنت. نعم. إيه تعني أن هذه طفلة بنت. إذن ولاحظوا راسم النافذتين ملونة طبيعي جدا وكل شيء سليم، إنه معناها واجدة حنان من أمها من أبوها، الوضع طبيعي في البيت آمن، وهذه طفلة بنت. إذن معناتها هذه الطفلة نقدر نقول عنها نفسيتها آمن. مستقرة.